الداخلية تعتزم ترحيل 40 عراقي إلى نظام بغداد. النمسا تفرض رقابة على سلوفاكيا للتصدي للاجئين. تقديم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا. النمسا في المرتبة 18 عالمياً بثروة الفرد. ارتفاع حاد في حوادث المرور منذ بداية العام. وسوري يدمر عدداً من سيارات للشرطة في فيينا. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. من المقرر ترحيل حوالي 40 شخصا من العراقيين بالقوة من فيينا إلى بغداد اليوم الثلاثاء، معظمهم طالبي لجوء رفضت طلباتهم، ويعتبر ذلك في سياق تعزيز التعاون بين النمسا والنظام العراقي في مجال إعادة المهاجرين. وتظاهر العشرات من المدافعين عن حقوق اللاجئين أمام مركز الترحيل في فيينا أمس الاثنين، حيث طالبوا بإطلاق سراح المحتجزين. تأتي هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ لبغداد في سبتمبر وإعادة افتتاح السفارة النمساوية هناك. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر فرض رقابة على الحدود مع سلوفاكيا بمشاركة التشيك وبولندا اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مشتركة لاحتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية وتقليل أنشطة التهريب. وأعلنت كل من التشيك وبولندا عن تنفيذ إجراءات مماثلة، حيث تستمر الرقابة لعشرة أيام مع إمكانية تمديدها. وردت سلوفاكيا بالاستنكار على هذه الخطوة التعسفية، مؤكدة أن الهجرة تتطلب حلاً أوروبياً، ومحذرة من الخطوات الفردية التي قد تؤثر سلباً على الجميع. قدمت النمسا دعماً إضافياً لليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار الأخيرة، حيث أكد وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر إرسال المساعدات كجزء من الجهود الإغاثية الدولية. وأشار الوزير إلى التضامن بين البلدين في مواجهة التحديات الإنسانية، خاصة بعد انهيار السدود في درنا. وقد تم نقل إمدادات الإغاثة بالتعاون مع الصليب الأحمر، والتي تضمنت خيما وأثاثا وأغطية وأدوات تنظيف. وأكد كارنر على التزام النمسا بتقديم الدعم للمتضررين في ظل التحديات العالمية. أظهر تقرير شركة التأمين الألمانية أليانز أن المواطن النمساوي احتل المرتبة 18 عالمياً بثروة تقدر بأكثر من 65 ألف يورو للفرد. وتوقع التقرير استعادة نمو الأموال بنسبة 6% هذا العام، مدعوماً بالنشاط الإيجابي في أسواق الأسهم، كما أوضحت أن الأموال العالمية انكمشت بنسبة 2.7% في 2022 بسبب كورونا وتراجع النمو بعد كورونا والتضخم المرتفع. وتحتل ألمانيا المرتبة التالية بعد النمسا، في حين تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأغنياء بمتوسط يصل لأكثر من 253 ألف يورو للفرد، يليها سويسرا والدنمارك. شهدت النمسا ارتفاعا في حوادث المرور، حيث سجل 306 حالات وفاة حتى أكتوبر، مقارنة ب 304 حالات في نفس الفترة من العام الماضي و 276 في 2021. ووفقا لوزارة الداخلية، تشمل حالات الوفاة 8 أشخاص الأسبوع الماضي، مع تفاوت في الأسباب بين الإهمال وانتهاك حق الأولوية. وقد سجلت مقاطعة كارنتن 25 وفاة، وسالزبورغ 28، وفيينا 8 حالات، والنمسا السفلى كانت الأعلى ب 72، وشتايرمارك والنمسا العليا 59 حالة لكل مقاطعة. قام شاب سوري بتخريب سيارات للشرطة النمساوية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في فيينا هاوبت بانهوف، وذلك باستخدام لافتة مرورية معدنية. وهاجم الشاب السيارات مساء الاثنين، حيث صدرت أصوات عالية،
ما أدى لتنبيه الشرطة، وقد تم اعتقاله دون أي مقاومة بعد أن نادت عليه وطلبت منه التوقف، وبدوره ألقى اللافتة وتم احتجازه من أجل التحقيق معه بتهمة التخريب الخطير، وقد سجلت أضرار جسيمة في السيارات المتضررة، فيما تبقى الدوافع وراء الفعل غير معروفة حتى الآن. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.